تفضل يا نال بيك. يا الله، بتعرفي ميسون خانو؟ دائما غامرتيني بلطفك. انت وشك كثير حلو وخير علي، ما بتركبي معي الا الله بيبعث لي رزقه حلوه. صدقيني يا خانو، انا دائما بيطلع معي ناس كثير من اللي معهم شويه مصاري، بس من بين كل هدول الناس ما شفت حدا مثلك عنده استقرق. يا الله شو كانت ارستقراطيه، هي هي، بحياتي ما شفتها عند حدا غيرك. ضحكتني. يعني أنا أرستقراطية؟ يعني شي منيح ما هيك؟ منيح؟ شلون مو منيح؟ يعني حضرتك أرستقراطية فوق الخيال وكتير أكابر كمان. آخ صدقيني يا خانوم، هذا القلب طيب وأنا رجال درويش بلا ما أوجع لك راسك بقصص معدة. معقول هالحكي؟ يعني خير أخي؟ شو اللي مضايقك؟ احكي لي. انا بلاها انسي. يمكن هربان من شي، يعني حتى توليب ما بينت اليوم. شو بيصير اذا رفعت راسي عن الرسم شوي وسألت عن عمر شو وضعه؟ روحي اسألي يا امي انت اذا بتحبي، مع انه توليب تعمل حالة ست غامضة بس كتير مكشوفة، شو رأيك؟ قال ست غامضة. أصلاً أنا مزعوجة منك، ها؟ ليش ما سألته عن هديك المضروبة؟ ولك شلون ما بتسأل؟ اسألي أنت إذا بدك، ها؟ يعني أمي شو بهم مين هالبنت ومن وين جاية؟ المهم إنه ما أنا توليب، صح؟ يا نال بيك، مشغول شي هلا؟ طيب شوف بعد ربع ساعة تعال خدني من قدام الباب، ماشي؟ ها؟ تمام تمام، مع السلامة. انت مع مين كنت عم تحكي بصوت واطي؟ هو لا ما في شي. عم تدقينه لأهلك بالضيعة مو؟ هو بس عم حاكي رفيقتي كنت شوكت. يا عيني كل هاد؟ أيوة هدول إلي شوكات، أنا كنت عم ضبون من خرجيتي و... خرجيتك مو؟ ليش خرجيتك؟ مين بيعطيك إياها؟ ها؟ سارق المصاري مني ما هيك؟ لك عم تسرق المصاري مني وبدك تعطيهم لهدنك الزعران اللي بتضيعه؟ مو سرقة، معقولة أسرقك؟ ما بصير، والله ما بعتت شي للضيعة، وهدول مصاري أنا. خلي جاهد أخانو، متقلك أنا كنت قايلة لجاهد أخانو إنه بدي. تعال خلينا نسأل جاهد أخانو، تعال يلا جاهد أخانو. عيسون تعي لهون. جاهد أخانو، عيسون عيسون عملك تعي لهون. لا تدقي لأمي، عم نأتي لك، ما عم تسمعي؟ ميسون